يلا يا حبيبتي اسمعي الكلام، ربنا يهديكي وكلي لك لقمه عشان تتقوي. ماليش نفسي يا ماما، انا حاسه ان كل لقمه هاكلها هنا حرام. مش كده يا حبيبتي، على الاقل عشان الدواء اللي بتاخديه. مش عايزه يا ماما. كلمت خالي يا ماما؟ هكلمه والله العظيم هكلمه، وهكلمه قدامك وانتي بتاكلي. انا هروح اجيب التليفون ولما ارجع تكوني خلصتي التفاحه دي. يلا يا حبيبتي عشان خاطري. علوان افندم. يا هاني ايه اللي مطلعك كده؟ انا كنت مستني الصينيه بعد ما تخلص الست الصغيره. الست لسه ما اكلتش، ملهاش نفس، وانا بحاول اخليها تاكل. اتفضل انزل وانا هجيب لك الصينيه بنفسي. طيب جرى ايه يا علوان؟ هو الباشا منبه عليك ان انت تتجسس على الست؟ ما يصحش كده. اتجسس ايه بس يا تحميده يا هاني؟ ملهاش اسم تاني. اتفضل انزل يا اما هيبقى لي كلام تاني مع الباشا. حاضر. اظن بقى بعد كل اللي قلته ده ما تبقاش عبد العظيم لو كنت لسه ما فهمتنيش. ازاي بقى خير يا هانم؟ ده انا فهمتك وفهمتك قوي. مش مهم انك انت تفهمني وبس، المهم تفهمني وتوافقني. هي لعبه نظيفه، لعبه نظيفه قوي يا خيريه هانم، وممكن تخدمنا، بس لازم تتلعب صح وتتخطط مظبوط. انا ماليش دعوه، المهم انا اديتك الفكره، انت بقى عليك انك انت ترسم وانت اللي تخطط. عايزك كمان تشوف السر اللي ممكن ندخل منه ونلعب لعبتنا الاولانيه، فاهم ولا لا؟ بس اوعى اوعى تدخل ما بيننا تالت، مهما كان اسم التالت ده او مركزه او لقبه. ليه بس؟ طب ده انا بفكر نضم لنا جهه مضمونه تساعدنا وتامننا. لا لا ارجوك بلاش، ما هو اللي يقدر يحمينا ده يقدر كمان يساومنا ويذلنا، وكل قرش احنا بنخطط له انا وانت اولى بيه. يا ساتر، اللي اسمعك بتقول الكلام ده ما يصدقش ان انت اخت الباشا ابدا. يا سلام. ويعني انت اللي حد يصدق انك انت صاحبه؟ انت بقى لا يمكن تبقى صاحب اي حد. الله يسامحك. طب ده انا حتى طيب وقلب ابيض. بقول لك ايه، هي كلمه ورد غطاها عشان نتفق. خلاص يا ست الكل نلعبها لحسابنا. هو حد يكره مصلحته؟ وعلى فكره انا جاتني دلوقتي بذره الموضوع اللي لازم نبدا فيه. بجد يا عبد العظيم؟ طبعا بجد. والباشا نفسه هو اللي اداني طرف الخيط النهارده الصبح. الله، شوقتني. يو يا ماما، ما قلتلك ماليش نفس. خلاص انا كمان ماليش نفس اكلم خالك. يا سلام عليك يا ماما. ما ترفعي السماعه يا ماما. هو منعنا كمان نرد على التليفون؟ الو. ايوه يا طنط تفيده، انا كوثر. ازاي هدى النهارده؟ كويسه يا بنتي الحمد لله. عايزه تكلميها؟ ثانيه واحده. مين يا ماما؟ دي كوثر. كوثر اخت عادل؟ ايوه. هكلمها بس اقولها ايه يا ماما؟ هي عايزه تطمن عليك يا حبيبتي، ما فيهاش حاجه، ما تكلميها. الو. هدى وحشتيني يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. معقوله يا هدى طول الفتره اللي فاتت دي ما تحاوليش تتصلي بيا ولا حتى تقولي لي اخبارك ايه؟ انا مش فاهمه انت ليه محرجه. هدى اللي انت عملتيه ده كان غصب عنك. هدى
هدى ردي عليا. كل شيء مقدر ومكتوب يا كوثر. ده اللي انا كنت متاكده منه انا وعادل يا هدى. بس لازم تعرفي ان عادل كان عارف بكل حاجه، بس كنا عايزين نسمع الكلام ده منك. ان شاء الله ربنا هيخلصك منه ومن جبروته. عادل مصر يفضحه قدام البلد بحالها، لكن الباشا بيحاربه، ده حتى حاول يقتله. يقتله؟ ارجوك يا كوثر، ارجوك خلي عادل يبعد عنه. مش لازم عادل يخسر حياته بسببي. ارجوك يا كوثر، انا مش هسامح نفسي لو عادل حصل له حاجه او اتاذى بسببي. كوثر، انا تعبانه دلوقتي، مش هقدر اتكلم اكتر من كده. ايوه يا كوثر، ايوه يا حبيبتي، اطلبيها بعدين. طيب مع السلامه. مش عايزه اكلمها تاني يا ماما، هكلمها اقول لها ايه بس؟ خلاص يا حبيبتي، ما تعمليش في روحك كده، انا ما صدقت لقيتك كويسه. المتوحش كان عايز يقتله، كان عايز يقتل عادل بسببي. رحمتك يا رب. ماما، ما تتصليش بخالي في التليفون. يعني ايه؟ يعني انا هستمر مع الباشا. كفايه انا اتقتلت، عادل ملوش ذنب. يعني جمدت قلبك وسبت الفيلا؟ ايه، مش خايف من الباشا لما يوصل؟ يبقى استفاك. لا اطمن، الباشا مش هيوصل دلوقتي. واه لو شفته وهو نازل متزرزر قد ايه، زي اللي شايل هموم الدنيا كلها فوق دماغه. وبعدين انا اعمل ايه فوق يعني؟ اه بعدين كنين، والبت يا ولدها عيانه، لا بتهش ولا بتنش. اني مش عاقلها الحكايه دي. واصل بقى الباشا اللي كان متجوز بنت زواه من سنه يقوم يتجوز بنت زي العصفوره زي دي؟ وما يتجوزش ليه يا حبيبي؟ ما يتجوزش ليه؟ الفلوس والعز يخلوه يتجوز بنت 14، ايه اللي هيمنعه يعني؟ اني مش قصدي في الحاجات دي. الفلوس مش كل حاجه، البنت باين عليها مش طمعانه، لكن لها نفع وعاوزه تفر يا ولدها. صحيح صحيح كلامك. اه مين كان يصدق انه تصرخ في وش الباشا وتقول له طلعني طلعني في المده البسيطه دي كلها؟ مش قلت لك الفلوس مش كل حاجه؟ ده حقيقي، كل اللي قالته يا عادل يثبت انها مثال للوفاء والتضحيه. صدقني انا احساسي عمره ما خيب. وايه الفايده بس يا بنتي؟ ما خلاص دخلت في عصمه راجل، واللي حصل حصل. تعرف يا ماما، الراجل ده لو كان شريف وبيعرف ربنا وعنده ذره من الاخلاق ما كنتش هزعل، وكنت اتمنى لهدى السعاده من كل قلبي. لكن انا حاسس انها مسكونه، مغصوبه على حياتها، وده مش سهل عليها. كفايه بعد كل اللي حصل لها انها مش عايزانا تاذي بسببها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ما اتاخرتش يا فؤاد؟ كله على ودنه يا باشمهندس. اوام اوام، شوف كده ومتع عينك قبل ما اودي الملف لرؤوف عامر. ايه ده؟ معقولة؟ في ايه الملف ده يا عادل؟ في مصايب، الباشا بيسرق المساهمين، بيسرق الحكومة كمان. انزل يا فؤاد، انزل وصل الملف ده لرؤوف، الحقائق دي لازم تبقى قصاد الناس فورا. ما ده اللي هيحصل يا صاحبي، بس أنا جيت أطمنك وأرفع معنوياتك. هنزلكم. اتفضل. مع السلامة. خلاص يا هدى، الوحش اللي افترس أحلامك وأحلام الناس فاضل له خطوة واحدة ويقع للأبد. متهيألك يا عبد العظيم، زهني وكل اللي بيساعدوه أنا هفعصهم بإيدي وارميهم بره السوق. لازم الكل يعرف إن اللي بيحرك كل حاجة في البلد دي هو حسين باشا شاكر، ومحدش يقدر يمنعه. طب فهمني يا معالي باشا، معاليك بتفكر في إيه بالظبط؟ نفس اللعبة يا عبد العظيم. اطرح كل الأسهم اللي نملكها في شركة زهني باشا للصناعات، اطرحها في البورصة للبيع. كلها يا معالي باشا؟ كلها يا عبد العظيم، وبأرخص الأسعار. لازم الكل يعرف ان اسعار اسهمه ما بقت لهاش قيمه، بدليل ان مساهم قوي زيي بيعرض بالرخص ده. طب افرض معاليك انه اكتشف اللعبه واشترى الاسهم لحسابه. عبد العظيم، زهني باشا مسافر النمسا، مش هيقعد اقل من 4 ايام. انا عايز في ال4 ايام دول كل شيء ينتهي، فاهمني؟ فاهم يا معالي الباشا. يعني بعد المساهمين يشكوا في قوة الشركة ويبيعوا أسهمهم، إحنا ننزل ونشتريها كلها تاني، وبكده يبقى الشركة بحالها في إيدينا وزهني باشا في جيبنا. أديك فهمت. حاضر يا معالي باشا. بالمناسبة يا عبد العظيم،
احمد حسان اتصل بيا وقال لي انه خلاص ظبط دفاتر شركه التامين، عايزك تنزل على اكبر جريده في مصر تنشر التجزيف في الصفحه الاولى والبنط العريض، ادفع لهم اي حاجه هم عايزينها، ده اللي هيوقع رؤوف عامر. حاضر يا معالي الباشا، امرك. اتفضل. برافو يا عبد العظيم، ده كلام جميل قوي. اه طبعا، امال ايه؟ انت عارف بقى ان استعجاله ده جه في مصلحتنا؟ اه هيوصلنا لهدفنا باسرع ما يمكن. لا 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 اطمن خالص. آه انا جهزت لك بقى الكارت اللي هيقش. ابن خالي جودة الباشا. لا لا ما يخطرش على بال الباشا ابدا، ما يعرفوش. طب اسمع، بكره الصبح ان شاء الله نزل كل الاسهم في البورصه وسيبني انا اتصرف. اوكي؟ طيب ارفعها. كله اترسموا في التمام. خير يا هانم، دي اكبر مغامره عملتيها في حياتي، بس للاسف المغامره دي انت مش فيها لوحدك، حطنا كلنا معاكي. يا سلام يا رضوان، يعني لما غامر واخسر لوحدي ما يهمكش؟ خيرية هانم مش كده، دي كارثة لو اكتشفها الباشا هنروح كلنا فيها. كفاية خوف يا رضوان، كفاية خوف بقى. عايشتني طول عمري في خوف، عايشتني طول عمري مرعوبة من اخويا حسين، حاسة ان مفيش حد جنبي، محدش بيراعي مصالحي، محدش بيطلب لي حقوقي اللي عنده. حقوق ايه بس؟ حقوقي اللي عند الباشا واللي هاخدها مهما كانت الظروف، فاهم؟ شوشات. نعم يا ماما. اتصلي بعزمي وخليه يكلم ابن خالي جودة الباشا دلوقتي حالا. ايوه دلوقتي حالا. امال بكره؟ يعني انت مصممه؟ ايوه. يلا بسرعه اتحرك. حاضر حاضر يا ماما. على فكره يا رؤوف بيه، الموضوع بتاع عادل وفؤاد ده جه في وقته تمام، ضربه مباشره لحسين شاكر، وبعدين اعفانا من الحرج مع الحكومه بسبب صفقه القمح. ايوه بس انا مصر برضو انه موضوع صفقه القمح ده يتنشر يا سعيد. معلش يا رؤوف بيه هنأجله شويه، وهو المواضيع بتاعت عادل وفؤاد هتغطينا 3 4 اعداد جايه لحد ما نشوف الامور هتمشي ازاي. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ابتسامتك دي وراها اخبار كويسه. اخبار مشجعه جدا يا فندم. خير يا سمير يا فندم؟ حمدي غانم لسه مبلغني الخبر دلوقتي بالتليفون، واكد عليا اوصله لحضرتك. الحكومة ادت اوامرها بعدم نشر التجذيب الخاص بموضوع شركة التأمين، وحمدي اتأكد ان حسين باشا كان طالب مصادرة جريدتنا والحكومة رفضت الطلب. معقول الكلام ده؟ يبقى اكيد عرفوا حياته وبدأوا يضربوا فيه. بس بس ايه يا فندم؟ دي اخبار ما كناش نحلم بيها. انت بتفكر في ايه يا روفي؟ الحكومة لها مصالح مع الباشا، خصوصا في حكاية صفقة القمح ديت. الصوامع فاضية والدقيق تقريبا شحح من السوق. ايه اللي مطمن الحكومه وخلتها ترفض طلبه؟ ما يمكن سحبوا منه الصفقه. مش ممكن، الصفقه خلاص اتمضت ومن اكبر الشخصيات، والشحنه خلاص هتطلع بعد يومين. في سر في الموضوع لكن ما حدش عارفه. هو ده السر اللي لازم يفضل بينا مايكل لحد ما توصل له الشحنه. طبعا دلوقتي انا فهمته، انت راجل مظبوط كتير. بس مفيش خوف دادي ان حسين يعرف اللعبه دي؟ مش ممكن طبعا يا حبيبتي، اللعبه تمت في مكتب الملحق التجاري شخصيا. بس انا شايف كده ان حسين باسا ممكن يقع في لعبه زي دي، ولما حسين باسا يقع في لعبه هيكون عامل زي نمر مجروح ممكن يموت اي حد. هو هيبقى نمر صحيح، بس نمر من ورق. حاجه واحده بس اللي ممكن تنقذه، انه يجي يركع قدامي انا وشهيرة. اوكي تمر بحاجة تانية كمان يا باشا. شكرا، استنى مني تليفون بميعاد. اوكي جود باي ستوانا. ويلكم. ايه رأيك يا حبيبة بابا؟ بس انا خايفة يا داتي. خايفة وانا جنبك؟ خايفة لحسين يقع وكل اللي معاه يضيع، وابقى خسرت كل حاجه. يا حبيبه بابا قلت لك مفيش حاجه ممكن تضيع ابدا طول ما عندي مخ بيفكر. بكره تشوفي دادي هيعمل كل حاجه ازاي. مين؟
انا قلت مفيش حد يخبط عليا بالشكل ده. انا اسف يا معالي الباشا، الامر مهم ومستعجل. ادخل. اسف يا معالي الباشا، الامر مش بايدي والله. في ايه؟ اتكلم. واحد جه من مكتب دولة الباشا وساب المعاليك الظرف ده عند البواب. دولة الباشا؟ ايوه يا معالي الباشا، وبلغ انهم عايزين معاليك هناك بعد ساعة، وده اللي خلاني اهتم والله. طب انزل انت دلوقتي. احضر المعاليك فطار؟ لا، اعمل لي فنجان قهوة. حاضر يا معالي الباشا. ادفع نص عمري واشوف رد فعل الباشا ايه بعد ما اراه. انا تعمدت اوصله نسخه بدري عشان تفتح نفسه على الفطار. هو لسه شاف حاجه؟ لسه كمان لما الموضوع يكمل بكره وبالمستندات الاخطر. تفتكروا رد فعل الناس والحكومه ايه؟ الناس لازم هتصدم فيه، اما بالنسبه للحكومه فكان رد فعلها سريع وحاد، وقفت ضده في كذا نقطه. لكن في موضوع اهم واخطر. موضوع ايه يا استاذ رؤوف؟ تعتقدوا وقوف الحكومه ضد الباشا هيخليها تحول صفقة القمح لحد تاني ولا ايه؟ انا متأكد انها هتحول الصفقة، وانا من نفس الرأي. علوان، علوان، القهوة جاهزة يا معالي الباشا. فين جرايد النهاردة؟ موجودة جنب التليفون يا معالي الباشا. نبه على البواب الحمار ده ما يستلمش اي ورق من غير اذني، تفاهم ولا لا؟ حاضر يا باشا. خلي السواق جهز العربية، انا خارج كمان نص ساعة. الو؟ ايوه معالي الباشا، ايوه معالي الباشا. اعصاب معاليك يا باشا. اعصاب؟ انت خليت فيا اعصاب؟ ازاي يا بني ادم تاخر موضوع نشر التكذيب اللي امرتك بيه؟ تكذيب ايه يا معالي الباشا؟ شركه التامين؟ ازاي يا معالي الباشا؟ ده انا امبارح معدي بنفسي على كل الجرائد ورؤساء التحرير كلهم وعدوني بنشر الخبر التكذيب في الصفحه الاولى. ولا جريدة نشرت. معقول ده معالي باشا؟ لا ازاي؟ طب اسألهم معاليك، اسألهم بنفسك اذا كنت مش مصدقني يا باشا. طب ده رئيس تحريري المؤطم رفض اي مبلغ اعرضه عليه، قال لي سمعة الباشا لا تقدر بثمن، واجب كلنا نحافظ عليها. انت متأكد من اللي بتقوله؟ طيب اقفل دلوقتي، ما تنزلش من البيت لما اتصل بيك تاني. اقفل اقفل. الو، انا حسين باشا شاكر، اكلم دولة الباشا لو سمحت. صحيه من النوم من فضلك، عايز اكلمه ضروري.
يا باشا انا مش عيل صغير عشان تضحك عليه بالكلمتين دول. في حد ادى اوامر للجرايد عشان ما تنشرش التكذيب وسمحت للجريده التافهه انها تستمر في التشويه صورتي. مين؟ هي حصلت؟ طيب طيب روار يا باشا. عبد العظيم الوزارة لازم تسقط غايته النهاردة أو بكرة بالكتير. أنا هقول لك إزاي، أنا هقول لك إزاي. سمعك يا معالي الباشا. سمعك يا معالي الباشا. فهمك يا باشا. لا طبعا هخلص موضوع البورصة وبعدين أنفذ فورا. حساب رؤوف عامر يا عبد العظيم وجرنانه الحقير حساب طويل ولازم يتقفل بسرعة. وأول بند في الحساب اقرا المنشور النهاردة واللي كاتبه الحيوان اللي اسمه عادل رشدي. اقرا يا عبد العظيم وقول لي على الطريقة اللي يستاهل يتقتل بيها. المرة دي أنا مصر يا عبد العظيم ومش هتراجع عن قراري. بنتي عايزك في كلمتين على انفراد يا باشا. مستنياك. التنازل ده كله يا حبيبتي. اخيرا قررت تفتحي بابك تكلميني. كان لازم تفهمي يا روحي من الاول ان كل اللي بتعمليه ده لا هيجيب ولا هيودي، وان انا كان ممكن انهي المهزله دي كلها في لحظه واحده واكسر بيبان البيت كله، لكن بس استنيت لما تفوقي. ولا انت يا روحي لسه ما فوقتيش؟ انا مستعده استمر معاك يا باشا ولا انطقش بكلمة الطلاق أبدا. لكن بشرط. لا يا هدى لا 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 أنا ما فيش حد يملي عليها شروطه أبدا. اسمعني يا باشا، هو ده الحل الوحيد عشان الجحيم اللي احنا فيه ده ينتهي. زي بعضه. شرط إيه بقى؟ تبعد عن عادل ولا تأذيهوش. عادل انت لسه بتجيبي سيرته قدامي اهو، ده لسه بتفكري فيه يا باشا. فهمني، عادل ملوش اي ذنب في اللي بيحصل بيني وبينك. لما حبني زمان ما كانش يعرف ان انت هتدخل حياتي، وبعدين خلاص عادل خرج من حياتي اول لما اتجوزنا خلاص. وبعدين انت لازم تفهم حاجه، انا لا اخلاقي ولا مبادئي تسمح لي ان انا افكر في انسان وانا متجوزه انسان تاني. اظن هو ده اللي يهمك. ارجوك يا باشا ارجوك، انا بقول لك ان انا تحت امرك، بس مالكش دعوه بعادل، سيبه يعيش. ما انا لو سبته يا حبيبتي هو مش هيسيبني. هو فاهم نفسه انه كبير ويقدر يقف قصادي، غروره مصور له انه يقدر يهز حسين باشا شاكر. ما دام مش هيقدر وانت متاكد من قوتك، ما تسيبه يقول اللي يقوله، وبعدين انت اللي هتكسب في النهايه. ايه يا باشا، انا ما استاهلش عندك اي تضحيه؟ قلت ايه؟ موافق يا باشا؟ ما هو انا علشان اوافقك يا حبيبتي انت كمان لازم توافقيني. على ايه؟ على انك تديني المشاعر اللي تحسسني انك فعلا عايزاني، انك مقتنعه يا هدى ان انا الزوج المثالي ليكي. لازم تشيلي صوره محمد السيد مش من الاوضه بس، لا من عينيكي كمان، من عينيكي يا هدى. من عينيا؟ انا مش فاهماك. ما انت يا هدى اذا وافقتيني على الشرط ده انا كمان هوافقك. مظبوط؟
انت عارف يا استاذ ان الموقف محرج جدا. على العموم ده افضل الحلول. انا طلبتها بنفسي بس هكلمها انا الاول وبعد كده خليك تسمع صوتها. الو. ايوه متشكره قوي. الو صباح الخير يا طنط. صباح النور يا بنتي. لا شكلها النهارده احسن شويه. طمنيني انت عادل عامل ايه؟ استني يا ماما انا عايزه اكلمها. هي هتكلمك بنفسها. ما تقفليش السماعه. هات يا ماما. الو. ايوه يا كوثر اسمعي اللي هقولك عليه ده كويس قوي. ايوه عادل لازم يامن نفسه. حسين الشر مالي قلبه ناوي يقتله. ايوه لازم يأمن نفسه فهماني. انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده. لازم اقفل دلوقتي. لا مش هقدر اكلمه ولا هو كمان يكلمني. مع السلامه. يقتله يا اخي جاتوا قتله تشيله من على وش الدنيا. يقتله ده ايه؟ هي كانت سايبه ولا كانت سايبه؟ ايوه يا ماما بالنسبة اللي زيه سايبة ولا حد يقدر يحاسبه. ما حاول قبل كده كان ايه اللي حصله وهتفضح في الجرايد برضو ايه اللي حصله. ده زي الاخطبوط يا ماما زي الاخطبوط. انا مش خايف يا كوثر. معنى انه فقد اعصابه يعني خلاص اتهز فعلا وبدأ يفكر من غير وعي. مش خايف؟ لا يا ضنايا المرة دي ما فيهاش هزار. انت لازم تسيب جحر التعابين ده ودلوقتي حالا. أنا من رأي والدتك يا عادل أنت لازم تسيب المكان ده وتبعد عن عيون حسين شاكر وتتنقل لبيتك ونوفر لك العناية اللازمة. مش كده وبس أنت لازم تبلغ بأنك شاكك من نوايا حسين شاكر منك وأنك محتاج تأمن نفسك ووجودك في أي مكان. يسلم بقك يا فؤاد يا ابني. أهو ده اللي لازم نعمله. وإن كان على متابعة الدكاترة يا عادل أنا يا ابني أجيب لك بدل الدكتور اتنين وتلاتة. أنا هطلب خروجك فورا وعلى مسؤوليتي الشخصية. ولعلمك أنا فكرت في خطة هتوقع المسؤول عن محاولة قتلك في القصير واللي مؤكد وراها حسين شاكر. عن إذنكم. تفضل يا فؤاد. يلا أنت يا كوثر اسبقيني يا بنتي على البيت وضبي أوضة أخوكي واتصلي بليلى جارتنا خليها تبعت لنا الدكتور زاهر جوزها على بالليل يشوف عادل ويقول لنا إيه يا بنتي اللي لازم نعمله. حاضر يا بنتي.